شكرا سيدي الرئيس. أرسلن فاونديشن إضافة إلى أمريكانز فور ديموكراسي في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان تود أن تقدم لمجلس حقوق الإنسان بعض المقتضبات مما كتبه طفل اسمه جهاد صادق احتجز بسبب الإرهاب. قال إنه قد اعتقل بسبب اعتراف تم الحصول عليه بعد التعذيب وأن السلطات لم تحقق في هذه الادعاءات. هذه رسالته إلى المجلس. أيها المندوبون الموقرون، لقد أوقفت وقد كنت أشارك في مظاهرة وكان عمري 16 وقد تعرضت للضرب والإمهان، وبالتالي وبالرغم من هذا فإن محاكمتي قد جرت بموجب قانون مكافحة الإرهاب. لقد حكم علي بعشرة سنين سجنا لجريمة لم أرتكبها. أود أن أحصل على شهادة لأصل إلى الجامعة لأدرس الهندسة، ولو كنت طليقا لكنت في السنة الأولى من الجامعة. في السجون البحرينية هنالك العديد من الحالات المشابهة. لهذا أخاطبكم باسم كافة الأطفال، أناشدكم أن تساعدوني وأن تضغطوا على حكومة البحرين لكي تخلي سبيلي وسبيل كل السجناء. جهاد صادق. أيها الأعضاء الموقرون، بمناسبة الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، المنظمات المذكورة تنضم إلى جهاد صادق وتطلب إلى حكومة البحرين أن تخلي سبيل السجناء الأطفال في البحرين. شكرا جزيلا.